النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في الأردن، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الموجة الحارة التي تتأثر بها المملكة منذ يوم السبت الماضي، وهي مستمرة لعدة أيام وبالتالي ستكون طويلة التأثير. المحاور التي سنستعرضها في هذه النشرة هي: بالرغم من تأثرنا بالموجة الحارة إلا أن هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء مع استمرار الأجواء الحارة ومع استمرار أيضا درجات الحرارة أعلى من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام. هذا في مقدمة لذروة ثانية للموجة الحارة وارتفاع آخر على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس، وبالتالي الطقس الحار والمرهق مستمر والموجة الحارة الطويلة التأثير مستمرة أيضا. صور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي انتشرت في بعض المناطق. ننتقل الآن وإياكم لهذه الخريطة، خريطة توزيع الكتل الهوائية من يوم الاثنين حتى يوم الخميس. يوم الاثنين درجات حرارة مرتفعة جدا، درجات حرارة أربعينية في عموم مناطق المملكة، لكن يومي الثلاثاء والأربعاء هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بسبع درجات مئوية، وبالتالي يستمر الطقس حار ومرهق. يوم الخميس تبدأ الذروة الثانية للموجة الحارة، وبالتالي ارتفاع على درجات الحرارة من جديد يوم الخميس، درجات حرارة أربعينية في عموم المناطق. ننتقل الآن ويكمل للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية 25 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الثلاثاء 35 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 23. يوم الأربعاء العظمى 34، أما الصغرى 24. يوم الخميس ارتفاع مجددا على درجات الحرارة 38 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 26 درجة. في مثل هذه الظروف الجوية لا بأس أن نوصيكم بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ولفترات طويلة، وأيضا ينصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات على مدار اليوم، كما ينصح أيضا بعدم بذل الجهد البدني في الخارج. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.